السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. ان شاء الله الحلقة ديت هتبقى مراجعة كده سريعة عن الشابتر اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا، اللي هو الشابتر 1. طيب، انت لما بتيجي تدخل على الكتاب اللي انت شاريه، هما طبعا بيبعتوا لك لينك على الايميل وكده، بتلاقي فيه هنا هو جايب لك كده اختيار Access Online Practice Test، و بيبعتوا لك برضو لينك انك تدخل على الاونلاين ريسورسز. دي هتلاقيها في الكتاب نفسه، اللينك بتاعت الاونلاين ريسورسز هتلاقيها في الكتاب نفسه، وتستخدم الاكسس كود ده. فالاونلاين ريسورسز بتبقى بالشكل ده، تمام؟ بيطلع لك ادي الكتاب بتاعك اهوت. احنا طبعا دلوقتي في الجزء بتاع فوليوم 1، فده بتاع فوليوم 1، وادي البريميوم اديشن اللي انت اشتريته. هيبتدي يقول لك ادي البراكتس تيست، هندخل عليها دلوقتي، وهتلاقي بعد كده كي توبيك ريفيو، ايه هي النقط الاساسيه في تشابتر 1. فهتلاقيه بيقول لك احنا عندنا تيبل 3-1. طيب نبص كده عليه. ماشي، ايه هو تيبل 3-1؟ لو احنا كنا بصينا هتلاقيه بيتكلم عن سيم لاير انتراكشن و ادجيسنت لاير انتراكشن. طبعا السيم لاير انتراكشن قلنا ان احنا يبقى عندنا موبايلين او جهازين كمبيوتر او وات ايفر. اللاير بتاعت التي سي بي اي بي اللي هي مثلا لاير 4 هنا، لاير 4 هنا، بتتكلم مع لاير 4 هنا عشان يعملوا شغلانتهم اللي هي ابلكيشن تو ابلكيشن داتا دليفري، تمام؟ الادجيسنت لاير انتراكشن اون سيم كمبيوتر، ان لاير 4 هنا تتكلم مع لاير 3، وبالتالي الاثنين دول يقدروا ان هم يعملوا الشغلانات اللي مرتبطه بيهم هم الاثنين ببعض، تمام كده؟ يبقى ديت السيم لاير انتراكشن والادجيسنت لاير انتراكشن. نرجع. ماشي، هنلاقي مثلا عندنا الشكل 1-10 دوت. ماشي، ده خلاص. طيب بصوا، انا عشان نسرع الفيديو، الكي توبكس ديت هقول لك برضو انت ممكن تجيبها منين. خلوني بس كده هوقف الفيديو وافتح الكتاب وهوريها لكم. طيب انا كده فتحت الكتاب، خلينا نجيب الفهرس contents. ماشي، ادي الشابتر الاولاني اهو. خلينا نبتدي من اول هنا. ماشي اهو، خلينا نمشي كده. هو بيبقى عامل ايه؟ بيبقى معلم لك على الكي توبكس. بس هوريك دلوقتي ازاي، بس نصغر دهيت. اهو بص، مثلا دي كي توبك، فابتدى يقول لك اهو السيم لاير انتراكشن والادجيسنت لاير انتراكشن. يبقى دي اول حته تركز عليها بعد ما تقرا الشابتر كله. ايه تاني؟ مثلا ادي كي توبيك اللي هو ايه، فكره الراوتنج. ان فكره الراوتنج، كلمه راوتنج عموما يعني ايه؟ سيلكت، ثانيه واحده، سيلكت ذا بيست باث. فكر فيها كده. جوجل مابس، جوجل مابس بيعمل ايه؟ بيختار لك احسن طريق. سيلكت ذا بيست باث، وهو ده فعليا معنى الراوتنج. فهنا السيرفر ده بيبعت للراوتر، الراوتر دوت عنده طريقين، من R1 لR2 على طول، او من R1 لR3 وR2. هو فضل لسبب ما من R1 لR2، خد اقصر طريق مثلا، مع انه ممكن ما تكونش السرعه عاليه، بس هو حر. هناخد الكلام ده ان شاء الله في الراوتنج. وبعد كده R2 راح بعته للكمبيوتر ده، تمام كده؟ يبقى ده كده
كونسبت راوتنج. طيب ايه تاني؟ ايه دي؟ ماشي. حتة الانكابسوليشن والديكابسوليشن. بص هنا احنا قلنا ايه هي الانكابسوليشن، ان انا احط هيدر، اي نوع من انواع الهيدر بيتحط اسمها كابسوليشن، ان انا بغلف الداتا بحاجة جديدة. هنا هو بيتكلم مثلا على اللاير 2 او الايثرنت فريم، او اللي هو الداتا لينك لاير اللي هي اللاير 2. الناحية التانية بقى، انا مش انا قلت لك اول، لو انت بيجي لك البلوفر انت بتفك التغليف من عليه، فده اسمها دي انكابسوليشن. حلو الكلام. عكس الانكابسوليشن دي انكابسوليشن، ناحيه، الناحيه اللي بتبعت بتغلف، والناحيه اللي بتستقبل بتشيل التغليف زي اي دليفري. اوكي. طيب هنا الكي توبيك ايه هو؟ هو عاوز يعرفك ان كل لاير بتحط هيدر. بص التي سي بي حط هيدر، الاي بي حط هيدر، الداتا لينك حط هيدر، وديل اللاير 2 او الداتا لينك لاير الوحيده اللي بتحط ديل. وهنا بيقول لك اسمائهم ايه، لو الداتا مع اللاير 4 هيدر يبقى اسمها سيجمنت، تحط لها اللاير 3 هيدر تبقى اسمها باكيت، تحط لها اللاير 2 هيدر يبقى اسمها فريم. تمام. بص بقى من وجهه نظر اللاير 3 الداتا ايه هي؟ هي الداتا الاصليه معاها اللاير 4 هيدر. من وجهه نظر لاير 2 ايه هي الداتا؟ هي الداتا الاصليه معاها اللاير 4 هيدر واللاير 3 هيدر. حلو كده؟ اوكي. طيب ايه تاني؟ فرق بقى بين الاو اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل. قلنا نقدر دلوقتي نقول ان الفرق الوحيد ما بينهم ان الاو اس اي موديل كان مقسم الابلكيشن لاير، التي سي بي اي بي اختصرها كلها في لاير واحده اسمها ابلكيشن، بما ان احنا اصلا الناس بتوع ديليفري مالناش دعوه ايه اللي جوه الباكج نفسها. اوكي. واعتقد دي اخر كي توبيك عندنا، اللي هو البي دي يو بتاعت او البروتوكول داتا يونت بتاعت الاو اس اي موديل. ماشي. ان هو كل لاير يعني بيسميها بروتوكول داتا يونت بدل ما يسميها سيجمنت وفريم وباكت. طيب ده كده الكي توبكس. طيب نرجع تاني للاونلاين ريسورسز. عندنا كي تيرم فلاش كاردز، دي بتبقى هنا كده عبارة عن ايه؟ احنا عاوزين ثانية واحدة بس كده. ماشي. دي الفلاش كاردز، احنا عاوزين تشابتر 1 توجل اول، عاوزين تشابتر 1 دي عبارة عن ايه؟ بص بتعرفك بس ايه ال adjacent layer interaction ديت ايه. لو انت دوست عليها the general topic of how on one computer two adjacent layers اللي هي الاتنين layers فوق بعض او تحت بعض يعني in a networking architectural model work together with the lower layer providing services to the higher layer. دي أهم حاجة، إن في lower layer بتقدم خدمة للاير اللي فوقيها. تمام. طيب next مثلا إيه هي الدي انكابسوليشن؟ لسه قايلينها، عكس الانكابسوليشن. الانكابسوليشن بغلف، الدي انكابسوليشن بشيل، يبقى أنا بشيل الهيدرز. On a computer that receives data over a network, the process in which the device interprets, بيترجم, the lower layer header, and when finished with each header removes the header. هو بيقرأ الهيدر اللي جاي من اللاير اللي تحتها ويشيل، خلاص شكرا اقلب وحل اللي بعده. ايه هو الانكابسوليشن؟ عكسها بقى، كل لاير بتحط الداتا بتاعتها. فهنا the placement of data of a higher layer protocol. تمام. behind the header حط الداتا بتاعته فوق الداتا اللي جايه له من اللاير اللي فوقيه. for example an IP packet could be encapsulated in an ethernet header and a trailer before being sent over an ethernet. حط لها اللاير 2 بيحط الهيدر بتاعه والديل قبل ما يبعتها على الايثرنت. ايه هو الفريم؟ A term referring to a data link header، دي المفروض header، and a trailer.
بلس ذا داتا انكابسوليتد بتوين ذا هيدر اند تريلر. مش احنا قلنا شكل الفريم ده عباره عن ايه؟ داتا اللي هي نازله من لاير 3 وفي ديل وفي راس، تمام كده؟ اوكي. ايه هو النتوركينج موديل؟ A generic term referring to any set of protocols and standards، أي مجموعة من البروتوكولات والمواصفات القياسية collected into a comprehensive grouping، مجموعة متكاملة من الحاجات ديت، when followed لما بنتبعها by the devices in the network allows all the devices to communicate، example including TCP IP and OSI. طيب ايه هي الباكت؟ هي الداتا اللي نازله من لاير 4 انكابسوليتد في الهيدر بتاع اللاير 3. A logical grouping of bytes that includes the network layer header and encapsulated data but specifically doesn't include any headers and trailers below the network layer. يعني هي بتاخد الباكت عبارة عن ايه؟ اللي جاي من الترانسبورت يتغلف في بتاع اللير 3، ملوش دعوة لسه ببتاع اللير 2، هو هيبعتها اللير 2، لير 2 يغلفها ويسميها فريم، تمام؟ هو بس بيعقد، يعني تحس تعرف كده معقدة شوية. ايه هو البي دي يو؟ هو من الاخر البي دي يو هي الداتا بس بتاعت الاوس اي موديل، فيعني نقلبها. طيب السيم لاير انتر اكشن و السيجمنت، السيم لاير انتر اكشن خلاص قلناها. ايه هي السيجمنت؟ هي الداتا بتاعت اللاير 4 ببساطه، الداتا الاصليه تتاخد، الداتا بتاعت الابلكيشن تتاخد تتقطع حتت صغيره يتحط لها هيدر ويتحط لها، ما فيش ديل هنا، تحط لها هيدر وديت بيبقى اسمها ال اتش سيجمنت، تمام؟ اوكي. طيب ايه تاني عندنا؟ الميموري تيبلز ديت انت بقى انت عاملها، دي انا مش هعملها معاكم لانها يعني حاجات مسليه بس ما ملهاش وقت. يعني التشيك ليست ديت لسه مش في بارت 1، فيهاش اصلا في بارت 1 كونفيجريشن، فيديو تريننج برضو ما فيش في بارت 1، احنا كل ده في بارت 1. بارت 1 ده اول 3 شابات، كونفيجريشن لابس برضو بادية من بارت 2، والسيميوليتور نفس الكلام، كل ده احنا لسه ما خدناش اصلا اي حاجه عمليا، تمام. طيب نيجي لي الأسئلة. ماشي، بص اللينك ديت هتلاقيها من الكتاب بتاعك، هتلاقيها اللي هي دي Access Online Practice Test، ده هيفتح لك البيج ديت، تدخل تعمل يوزر نيم وباسورد عليها، ويدخل من هنا من Access Online Practice Test ديت، هتفتح لك اللينك ديت، تدخل تعمل يوزر نيم وباسورد عليها وتبتدي انك تاكسس الحاجات دي. طيب بص هنا، انت هنا بتختار انواع الامتحانات، هو مديك 4 امتحانات كاملين ومديك اسئله على كل شابتر، ومديك هنا بقى كل الشباتر بتاعتك بحيث ان انت تقدر تختار التوبيك بتاعك اللي انت عاوزه، اللي انت عاوز تذاكره، وتختار انهي اسئله تظهر لك، وممكن تعين اسئله بعد ما تخلص خالص في اخر الامتحان. يعني مثلا ايه ممكن تبتدي، احنا طبعا مش في فوليوم 2، احنا في فوليوم 1، فانت ممكن ايه اقول ايه، انا هاخد مثلا امتحان 1 و2 مع اسئله الشباتر احلها في كل توبيك، ولما اخلص الكتاب خالص ابقى اخد الفول اكزام 3 وفول اكزام 4 دوت، براحتك انت هنا بتعلم على اللي انت عاوزه، وتبتدي تدعبس بقى في شويه الاوبشنز دولت، هتلاقي حاجات لطيفه قوي تبتدي تعمله كانه كده امتحان صغير، تمام. طب خلينا احنا مثلا هناخد أسئلة الامتحانات كلها على شابتر 1، فأنا هختار من هنا شابتر 1 وأقول له ستارت، فوق اهوت ستارت. طبعا أنت ممكن تحلها كذا مرة، يعني براحتك، أي عدد مرات أنت حر، تشوف الأنسر، اعمل كل اللي أنت عاوزه. هنا السؤال، طبعا هو كل الامتحان مالتيبل تشويس، في انواع من الاسئله مختلفه بس مفيش يعني في النهايه حاجه بتكتبها غير نادرا جدا، ان شاء الله في اخر الكورس خالص هقول لكم ايه كل انواع الاسئله. فهنا بيقول لك ايه، اي بي فانكشنز ات ويت لاير اوف او اس اي ريفرنس موديل،
الاي بي بروتوكول انهي لاير؟ طبعا احنا عارفين ان هو النتورك لاير. طيب نشوف كده الانسر. تمام صح، النتورك لاير. ماشي نيكست. Which of the following terms is used specifically to identify the entity created when encapsulating data inside data link layer header and trailer؟ ايه الحاجة اللي بتتكون لما تحط الداتا في layer 2 header وال layer 2 trailer؟ طبعا بيبقى اسمها frame. تمام اوكي، وبيشرح لك كمان الانسر، يعني هو كمان لو انت مش فاهمها هيشرحها لك ويقول لك بص مكانها فين، صفحة كام، في حاجة تحفة يعني. بص يا جماعة، زي ما انا كنت بقول لك، الفكرة في الكتاب ده شغل على نظافة فعلا، يعني فعلا انت بتاخد الكورس شغل مذاكرة على نظافة. تمام، شغل فنادق. Which of the following terms represents layer 3 video in the OSI model, which includes the network layer header and its encapsulated data؟ ال layer 3 video في ال OSI model مكافأة لإيه؟ قلنا إنها مكافأة للباكت، الباكت اللي هي بتاعت layer 3. زي الفل، حلو الكلام. ماشي، Which of the following من الحاجات ديت بروتوكولز are examples of TCP/IP transport layer protocols؟ choose to answer. طيب احنا زي ما قلنا عندنا التي سي بي وعندنا اليو دي بي. مظبوط، ايه اللي بعده؟ The process of TCP on one computer making a TCP segment as segment 1 and the receiving computer then acknowledging the receipt of TCP segment 1 is an example of what؟ يعني ال TCP هنا بيكوميونيكيت مع ال TCP عند الريسيفر، يبقى ديت ايه؟ سيم لاير انتراكشن. سيم لاير انتراكشن. تمام؟ A user has sent، ماشي دخلنا، اوكي. السؤال كده ستة. ماشي. A user has sent a request to the server. User بعت request للسيرفر. What process does the server go through to determine which service is being requested by the user؟ هو بيعمل ايه عشان يعرف هو اليوزر ده عاوز ايه؟ انا اعتقد ان هي بيعمل دي انكابسوليشن عشان يبتدي يبص على الداتا من جوه. مظبوط، تغليف، هو بيفك التغليف ويبتدي يشوف بقى الراجل ده عاوز ايه اصلا، ايه الداتا اساسا اللي هو كان باعتها. Which OSI encapsulation term can be used instead of the term frame؟ فريم بتاع layer 2، يبقى احنا نقول له layer 2 video. زي الفل. يا ايه ده، حاجات كبيره. طيب ده اوتبوت من برنامج اسمه واير شارك، هوريه لكم ان شاء الله. تمام، هنستخدمه وهوريه لكم. هنا هو بيقول ايه؟ The output comes from a network analysis tool. هي network analysis tool دي اسمها واير شارك، ده بيكابتشر كل الترافيك اللي ماشي في النتورك ويقول لك ايه هو. It lists a group of lines for each header in a video with the frame data link header at the top، اللي هو ده اللي هو A. Then the next header typically the IP header اللي هو B. بص حتى بيكتب لك اسم البروتوكول، ده ايثرنت، ده انترنت بروتوكول. انزل تحت كده شوية هتلاقي ترانسميشن كنترول بروتوكول، ده اللي هو التي سي بي، وبعد كده ده الابليكيشن نفسه. اوكي ماشي، typically the IP and so on. The first line in each section has a gray highlight، متخطط كده معمول هايلايت بجراي، with the intended lines below each heading line listing details about the fields inside the respective header. اللي تحته ده
تمام؟ بيشرح لك إيه التفاصيل بتاعت الهيدر ده نفسه. You will need to remember some parts of the various headers and compare these concepts to this output to answer this question. Based on the bucket capture shown, which of the following is true? بناء بقى على الكلام اللي انت شايفه قدامك ده، ايه اللي صح؟ بص يا سيدي، لاين دي، ادي لاين دي is used for connection establishment and determination, flow control and segmentation of large data blocks into smaller parts of transmission. بص كده بقى، هي السؤال ده ذكي. ايه الوصف اللي هو وصفه ده؟ ده فعليا الوصف اللي انا قلته بتاع الترانسبورت لاير، ان هي بتعمل كونكشن استابليشمنت اند ترمينيشن، دي حاجه هناخدها بالتفصيل. فلو كنترول زي الايرور ريكفري، سيجمنتيشن دي انا قلتها صراحه في الترانسبورت لاير، اوف لارج داتا بلوكس انتو سمولر بارتس، قلت لك ان هو بيقطع الداتا الكبيره لحتت صغيره. هل الدي ده بيعمل كده؟ لا، احنا قلنا الدي دوت بتاع الابلكيشن، ده اللي بيعمل كده، سي هو اللي بيعمل كده لانه بتاع التي سي بي. يبقى الاجابه دي ديت غلط مبدئيا كده، مش هو بيقول لك اختار الاجابه الصح. طيب لاين سي انفورميشن از يوزد تو روت باكيتس ثرو ذا انتر نتورك. لاين سي ده بتاع مين؟ التي سي بي. التي سي بي اللي بيعمل الراوتنج؟ لا، لاير 3 هي اللي بتعمل الراوتنج، التي سي بي لاير 4. يبقى أول واحدة وتاني واحدة غلط. Line B is related to formatting data into frames appropriate for transmission onto some physical medium. Line B ده بتاع الـ IP. طب هو الـ IP بيعمل frames؟ لا، يبقى واحد واثنين وثلاثة غلط. طب اللي بعده، Line C corresponds to the transport layer of TCP IP model. Line C ها مع الترانسبورت لاير صح. لاين اي از يوزد فور لوجيكال ادريسنج راوتنج اند باث ديترمينيشن. لاين اي لاير 2 ملوش دعوه بالراوتنج، لا ليه دعوه بالهوب تو هوب داتا دليفري. يبقى الاجابه الصح هي لاين سي، انسر مظبوط، وبيشرح لك بقى كل التفاصيل اهو. حلو قوي. ذا تيرم سيجمنت ريفيرز تو ويتش لاير فيديو؟ سيجمنت يبقى لاير 4، يبقى ترانسبورت لاير. اوكي نيكست. The process of a web server adding a TCP header to the content of a web page. بيحط ال TCP header يبقى بيعمل segment followed by adding an IP header then adding layer 2 أو data link header and the trailer is an example of what. وعمال يعبي هيدرز، يبقى بيعمل انكابسوليشن، بيغلف الداتا. تاني كفايه بقى، ما احنا زهقنا. طب خلينا بقى، هو غالبا بيتكلم فوق في نفس الوصف، خلينا نشوف اللي تحت بقى على طول. طيب خلينا نشوف السؤال. In describing line A the graphic with an OSI model perspective, which is the correct label to be used in combination with that video. يعني لاين ايه دوت، ده بتاع اللاير 2 بتاع الايثرنت، ده عبارة عن ايه؟ فريم. اهو فريم، شكرا. ماشي. Which of the following protocols are examples of TCP/IP data link layer protocols? Data link layer احنا ما خدناهاش قوي، بس يعني ماشي نعرفها دلوقتي. عندنا الايثرنت و 802.11، ده الواي فاي على فكره. الواي فاي اللي عندنا في البيت دوت، ده هنتكلم ان شاء الله عنه بالتفصيل، ودوت لاير 2 بروتوكول او داتا لينك لاير بروتوكول. ماشي. The process of HTTP asking TCP to send some data and making sure that it's received correctly is an example of what. بص ال HTTP اللي هو الابلكيشن لاير،
بتتكلم مع التي سي بي تقول له ابعت لي الداتا وتاكد انها وصلت، يبقى دوت ايه؟ adjacent layer interconnection، صح كده؟ next المفروض بقى يدينا جايزه عشان احنا كده خلصنا. طيب تمام، جريد ذا اكزام، معدين الدرجه، حلوه، جبنا 100%، يبقى احنا كده ايه؟ ناس شاطره. تمام، كده احنا خلصنا الريفيو بتاع التشابتر. عندك اي اسئله اكتب لي في الكومنتس. ان شاء الله نبتدي الشابتر الجاي الحلقه الجايه. معلش انا عارف ممكن يكون سرعه الكورس مش زي ما انت متخيلها، بس صدقني ده هيبقى احسن كورس في سي ان ان شاء الله انت خدته او هتشوفه باذن الله. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تشترك في القناه، تعمل شير ولايك للفيديوهات. شكرا، نشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.